نبقى في هذا الملف من القاهرة. انضم لنا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس، وكذلك من الناصر انضم لنا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. مرحبا بكما. أبدأ من عندك دكتور سمير لأسأل، جولة جديدة ستعقد في القاهرة، على أي أساس؟ أين وصلت الأمور في الدوحة ومن الممكن أن تستكمل في القاهرة؟ يعني أنا أعتقد أنه هناك خبر أنه سيصل وفد إسرائيلي غدا الأحد، وأعتقد أن هذا الوفد إلى جانب كبار رجال الأمن الإسرائيليين. هناك تركيز أساسي على الفنيين. هذه المرحلة منذ الغد إلى يوم الثلاثاء أو الأربعاء هي الشغل الشاغل للأطقم الفنية. الأطقم الفنية من شأنها أن ترسم الخطط وتحدد الأماكن، وربما تحديدا في القاهرة بدءا من الغد سيتم تحديد الخرائط التي تشير إلى التواجد الجديد لقوات الجيش الإسرائيلي، خاصة في على محور فيلادلفيا، وهو أحد النقاط الأساسية ربما الشائكة في الاتفاق. الإسرائيليين في الدوحة حملوا معهم صورا تشير إلى تراجع أو عدد قليل من القوات الإسرائيلية على هذا المحور. هناك إصرار من حماس، ربما أيضا من مصر، على إخلاء المحور بالكامل. هناك كما هو معروف إسرائيل أنشأت طريقا جديدا بموازاة محور فيلادلفيا اسمه طريق ديفيد. أعتقد أنه الغد في مسائل محددة، الأول رسم خرائط جديدة تبين تموضع أو إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها من بعض المناطق. المسألة الثانية هي مراجعة قوائم الرهائن والأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل الرهائن 33. هناك كلام كثير حول 18 رهينة حية و15 رهينة من الجثث. سوف يتم حسم هذه المسائل باختصار شديد من هنا من الغد، من صبيحة الغد إلى يوم الأربعاء على حد أقصى. هذا هو الشغل الشاغل للأطقم الفنية التي عليها أن تترجم ما تم التوصل إليه من مبادئ ونقاط في الدوحة إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ. طيب أستاذ نظير، يحكى وينقل بأن بايدن يريد أن يسجل هدفا في مرمى الانتخابات الأمريكية لصالح نائبته كامالا هاريس في مسألة إبرام هذا الاتفاق، إلى أي حد هذا يدرس ويحسب له حساب من نتنياهو؟ بمعنى أنني لن أعطيك هذه الفرصة، وبالتالي تأتي مواقف نتنياهو بهذا التشنج. مساء الخير لك أستاذ حسين ولدكتور سمير ولأخوة المشاهدين والمشاهدات. فعلا يعني بايدن يريد هذا الهدف، أو ربما دعنا نقول يريد أن يخلص مرماه من الأهداف الإسرائيلية التي تصب في صالح الحزب الجمهوري وترامب. ولكن هذه معركة تبدو في إسرائيل جانبية. الآن نحن إزاء وضع فيه الكثير من علامات الاستفهام والتردد والتناقضات. يعني الأجواء التي تثيرها الولايات المتحدة بأن الأمور تسير باتجاه إيجابي، وكذلك تلك التي يبثها نتنياهو من مكتبه أن الأمور تتقدم والآن المشكلة عند حماس، يبدو أن هنالك علامات استفهام على هذا الكلام. الليلة هنالك مسؤول إسرائيلي كبير يقول أن هناك عملية خداع لأهالي الأسرى وللمواطنين الإسرائيليين تصل إلى حد الجريمة، لأن الأمور لا تتقدم فعلا بالشكل اللازم. رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يتنازل حتى الآن عن شروطه التعجيزية للمضي قدما. اتفقوا فيها أن يكون هذا الأسبوع، يصدقون حماس أكثر في هذه الساعات، أليس كذلك أستاذ نظير؟ عندما يقول مسؤول في حماس ما تتحدث عنه أمريكا هو وهم، هذا يصل بشكل مباشر إلى أذن أهالي الأسرى. نعم بالتأكيد، أهالي الأسرى أصلا لا يصدقون إطلاقا أن نتنياهو يعمل ولا بأي شكل من الأشكال لصالح هذه الصفقة. هم واثقون تماما أنه يخرب على هذه الصفقة، ولذلك رأينا الليلة عشرات ألوف المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع. بالمناسبة بدأ يعود المتظاهرون أكثر من السابق، أكثر من الأسبوع الماضي والذي سبقه. كانت هذه الليلة المظاهرات أكبر بكثير وواضحة أكثر، وتحدد بشكل تام أن من يعرقل هذه الصفقة هو نتنياهو. ومع ذلك على صعيد عملي هنالك أربع طواقم تعمل، اثنان منها
سيصل إلى القاهرة غدا، اثنان آخران سيصلان يوم الثلاثاء. في القاهرة غدا ستبدأ المفاوضات حول محور فيلادلفيا ومحور نتسريم، وكذلك في يوم الثلاثاء قضية الأسرة وقضية المفاوضات بحد ذاتها. ويقولون أن هذا من المفترض أن يختتم في قمة أخرى يوم الخميس القادم، إما فيها يعلن عن التقدم والإنجاز، وإما يؤجل مرة أخرى، وعندئذ تكون كل الحسابات مختلفة في هذه الصفقة. طيب دكتور سمير، عندما تتحدث لي بأن فرقا فنية ستصل إلى القاهرة وتبدأ تناقش الأمر، هل هي مقدمة بالفعل لإبرام صفقة واتفاق على الأقل تهدئة ووقف إطلاق النار، أو لا هذا من متطلبات التفاوض لابد أن تكون الأمور بهذا الشكل؟ لا، هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها بجدية هذه الفرق الفنية. دعنا نقول يعني إلى جانب التفاصيل شديدة الأهمية، فإن هناك ما تزال احتمالين خطيرين. الاحتمال هو الرهانات لكل من نتنياهو من جهة والسنوار من جهة، وهما الشخصين المعلق بهما مسألة تقرير ما يتم الاتفاق عليه إما قبولا أو رفضا. يعني في النهاية كل ما سمعناه من أحاديث سواء في الجانب الإسرائيلي أو في الجانب من جانب حماس، وهي عديدة ومتنوعة، لكن علي أن أقول باختصار شديد أنه هناك اختفاء للقيادات العليا في حماس. سمعنا كل التصريحات التي سمعتها هي من صف ثاني، بينما لم نسمع من القيادات العليا المكلف أصلا بالاتفاق خليل الحية، وهو نائب السنوار في قطاع غزة لم يقل ولا كلمة. موسى أبو مرزوق نائب الرئيس الحركة للشؤون الدولية لم يقل ولا كلمة، وخالد مشعل الرئيس العتيد للمكتب السياسي من 96 ل 2017 تقريبا هو رئيس المكتب السياسي وكان المرشح الأول وهو رئيس حركة حماس في الخارج، صمت مريب على تصريحاتهما. المشكلة الآن كما حدد الجميع هي في احتمالات الرهانات التي قد تكون خاسرة والتي يمكن أن تحبط هذا الاتفاق رغم التفاؤل، موجة التفاؤل التي تجتاح عديد من الأطراف. رهانات على ماذا دكتور سمير؟ إذا كانت إسرائيل لديها من تراهن عليهم، الرهانين الولايات المتحدة والأوروبيين وغيرهم، حماس على ماذا تراهن؟ لا 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 لا، الرهانات العكس. إذا أراد نتنياهو أن يفشل هذا الاتفاق فإنه يفتح الباب أمام الرد الإيراني المؤجل والرد من حزب الله المؤجل، وقد يتخذ من هذا ذريعة لحلمه الأكيد والمؤجل أيضا بشن ضربات قاسمة إلى إيران لتعطيل المشروع النووي، وهو يجر المنطقة كلها إلى حرب واسعة. في المقابل فإنه يمكن أن يكون للسنوار رهان آخر على أن الحرب الإقليمية قد تعيد خلط الأوراق وقد تؤجل المسألة، وأنه تصبح حماس في وضع أفضل إذا ما استعرت المنطقة بنيران الاشتباك الذي يمكن أن يحصل. هذه الرهانات يمكن أن تفشل وتحبط التفاؤل الذي يسود المنطقة، وهناك بنفس النسبة ربما تفاؤل على أنه قد ينجز الاتفاق يوم الخميس المقبل ويفتح الطريق على الأقل أمام المرحلة الأولى، لأنه التركيز كله على المرحلة الأولى، ما عدا ذلك فهو مؤجل لمراحل سابقة. لكن أريد أن أقول عبارة واحدة، أنه إذا وصلنا إلى يوم الخميس دون اتفاق فإنه ليس من المحتمل أن يعاد التفاوض مرة أخرى على ما تم التوصل إليه في الدوحة وفي القاهرة. يخالج ذهن قادة حماس أستاذ نظير هذه النظرية التي تحدث عنها الدكتور سمير بأن كذلك حربا إقليمية قد تكون وتخلط الأوراق وتكون من صالح حماس؟ يحيى السنواري يفكر بهذه الطريقة. أنت تعرف هناك تجارب لأبي عمار الرئيس ياسر عرفات، يعني أعاد في بعض الأحيان بطريقة ذكية القضية الفلسطينية إلى المحفل الدولي. الآن يفكر يحيى السنوار بذات الطريقة؟ اليوم توجد فرصة تاريخية أمام الشعب الفلسطيني فيما لو وأمام الشعب في إسرائيل أيضا للتوصل إلى انفراج كامل
والذهاب إلى آفاق سياسية غير عادية، سلام شامل مع الدول العربية وغالبية الدول الإسلامية مقابل دولة فلسطينية. هذه فرصة يبدو أن هي الأمر الأساسي، هي الأمر الجوهري. ولكن من قام بالسابع من أكتوبر يا أستاذ نظير، اسمح لي هنا، كان يفكر كذلك بأن إيران ستدخل وحزب الله سيطلق مدفعيته باتجاه الجانب الإسرائيلي؟ هذا لم يحدث. نعم، لكن كان يفكر بالتأكيد، لأن هذه المسألة تم الحديث حولها، تم التفاهمات وتنسيق أمور حولها قبل هذه العملية، وكان واضحا أن هذه العملية ستتم، ولكن السنوار لم يبلغ، وهناك من يقول أن هذا ليس دقيقا، ولكن الاتجاه العام هو أن السنوار لم يبلغ بموعد السابع من أكتوبر، ولكن العملية كانت معروفة ومدروسة ومنسقة، ويوجد دعم وتدريب لجيش حماس في هذا الموضوع، وكان السنوار يتوقع كما يبدو أن يكون هنالك وحدة ساحات أفضل من حرب المساندة التي بدأها حزب الله وساهم فيها الحوثيون، ولكن الأمور لم تتطور في هذا الشكل، وهنالك من يطرح هذه النظرية الآن أن السنوار معني بانفجار. هذا في إسرائيل يقولونه بالمناسبة، وطبعا في حماس يقولون أن إسرائيل هي التي تعتبر اليوم معنية بهذه الحرب، لأنها تستهدف المفاعل النووي الإيراني، نجحت في جر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، هكذا يقولون في الطرف الفلسطيني، وحتى بعض المصادر الإسرائيلية تقول هذا الكلام، أن نتنياهو يفعل كل ما يفعله لكي يجر أقدام الولايات المتحدة لتقوم بضرب إيران، والولايات المتحدة واعية لذلك، ولهذا تسعى بكل قوتها أن لا يكون هناك تصعيد حربي يدهور المنطقة إلى حرب شاملة قد تؤدي فعلا إلى صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. طيب دكتور سمير، إذا قال الأمريكيون لنتنياهو بأننا استطعنا أن نؤجل الرد الإيراني ورد حزب الله ونضبط هذه العمليات، هذا لن يفرح الرجل، الرجل يبحث عن الرد. ما الذي تمتلكه الآن الولايات المتحدة الأمريكية إدارة بايدن من أجل المضي في هذه الصفقة باعتبار أنها متفائلة ومتفائلة جدا؟ يعني بالتأكيد ما حشدته الولايات المتحدة إلى جانب الصفقة يعني الخيالية، 20 مليار دولار أسلحة، جزء منها بالتأكيد هو أسلحة هامة ومتطورة للجانب الإسرائيلي، هي واحدة من أعلى الصفقات التي تحصل عليها إسرائيل من حيث المبلغ 20 مليار، ومن حيث الأسلحة التي تطلبها إسرائيل، إلى جانب الحشود غواصة نووية تحمل 192 صاروخ توماهوك، إلى جانب 2 إلى 3 حاملات طائرات وسرب من F-22 موجود في قطر الآن. كل هذا يمكن أن يحمل وجهين، يحمل وجه أنه يدعم نتنياهو بقوة، لكنه في نفس الوقت يقول له أنت في حمايتنا، أنت محمية إسرائيلية، محمية أمريكية تضع مظلتها عليك إذا رفعنا هذه المظلة. أريد أن أشير إلى مسألتين داخل إسرائيل أيضا يشكل عاملا يعني يدفع باتجاه التفاؤل بين مزدوجين. الأول هو تصريحات هليفي التي ربما أشرت إليها في لقاءات سابقة، هليفي الذي قال له ليس من الضرورة أن نستمر في احتلال محور فيلادلفيا وحتى نتسريم، يمكن أن نعود لهما في أي وقت من الأوقات تشاءه، يمكن أن نعود، وهكذا وفر له سلما للنزول عن هذا المبدأ الذي يتمسك به. المسألة الثانية، حصل لقاء فريد بين أريه درعي وهو رئيس حركة شاس لليهود الشرقيين، وبين لابيد، وهذا كانت هناك خصومة بينهما، حصل لقاء، وهذا اللقاء يعني لنتنياهو أنه لا تخضع كثيرا لابتزاز اليمين الإسرائيلي المتطرف سموتريتش وبن غفير، يمكن أن نتجاوزهما، يمكن لإسرائيل. وبذلك هناك عوامل كثيرة تشير إلى إمكانية، إلى جانب زيارة بلينكين وهي زيارة ستكون حاسمة. بلينكين زار المنطقة 7 إلى 8 مرات، زيارته القادمة ستكون حاسمة، سيقول بوضوح لنتنياهو لا تعطل، كما قال الرئيس بايدن لا يوجد مجال. ما قيمة ما يأتي عليه نتنياهو في حملات تعطيل؟ دكتور سمير اسمح لي هنا يعني استرسل معك بالحديث، ولكن اسال الاستاذ نظير، ما قيمه
ما يتحدث به بلينكين في أذن نتنياهو. أستاذ نظير، يقال بأنه أي نتنياهو لم يعطي موعدا لوزير الخارجية البريطاني للقائه، أو بالأحرى رفض. يعني من أين يستمد كل هذه العنجهية وهذا العنت؟ طبعا هو يستغل حتى النهاية الانتخابات الأمريكية، وهو يعتبر نفسه يعني معادي للتوجه للحزب الديمقراطي الأمريكي، ولكن مع ذلك هو يحسب حسابات، ومستشاروه يؤكدون له ذلك أنه احتمال أن تفوز هاريس، وعندئذ هو مضطر للتعامل مع إدارة ديمقراطية، ولا يستطيع أن يدخل في صدام معها، خصوصا وأنها تتخذ هذه القرارات ضمنها الأسلحة التي أشار إليها الدكتور سمير. فالولايات المتحدة تقدم كل هذا الدعم، فكيف لك أن تجرؤ على التعامل معهم بهذا الشكل؟ وبلينكين في الواقع لم يكن مخططا أن يصل إلى المنطقة، كان قد قرر فيما بعد عندما رأى أن هناك أجواء إيجابية أن يأتي للاحتفال في يوم الجمعة بعد مفاوضات الدوحة، ولكنه أجل ذلك عندما شعر أن الأمور لا تسير في الاتجاه الإيجابي كما يريد، وقرر أن يأتي إلى هنا غدا الأحد لكي يعني يتحدث مع نتنياهو بلهجة جديدة. يقال أنه في الدوحة قال ويليام بيرنز لهم الرئيس بايدن لا يريد أن يسمع كلمة لا من أي طرف، رجاء لازم يجب أن نتقدم، هذه الحرب تنفذت نفسها ويجب أن نتقدم. بلينكين أعتقد أنه سيصب في هذا الاتجاه. طيب، هو لا يريد الرئيس الأمريكي أن يسمع كلمة لا، ولكن من يقول له كلمة نعم يا أستاذ نظير؟ شكرا جزيلا لكما من الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي، وأشكر من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس.